فيكم، مرحبا بالتوانسة الكل اللي اختاروا انهم يسهروا مع الوطنية الأولى في هذه السهرة الخاصة برأس السنة الميلادية. إن شاء الله يا ربي 2021 تكون سنة خير على التوانسة الكل. نعرفوا أنه عام سنة عام استثنائي شوية على التوانسة الكل، وحتى السهرة هذه بتكون استثنائية نسبيا. حضرنا لكم برشا فقرات، وبما أنه التلفزة الوطنية هي الدار الكبيرة وهي تلفزة الناس الكل، التنشيط اليوم مش نكون فيه وحدي، باش يكونوا معايا زوز ضيوف سعيدة جدا مستقبل أيمن عمار وليندا الرحالي. مرحبا بكم، نورتوا الوطنية. عايشة. مرحبا أيمن، مرحبا ليندا. مرحبا أسماء، مرحبا بك. مرحبا أيمن. يعيشك، مرحبا بكم الناس الكل، أهلا وسهلا بكم الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا على قناة الوطنية الأولى. إن شاء الله الليلة نعديو سهرة مزيانة مع بعضنا. نحب تحية كبيرة قبل ما نبداو للفرقة الأولى في تونس، فرقة المايسترو رياض بودينار. ونحب زادة تحية أقوى وأكبر للجمهور اللي معنا الليلة اللي باش نحفلوها مع بعضنا الليلة. أنا الليلة منور بحضوركم مدام اسماء وليندا، ما احلاكم، تبارك الله عليكم، خمسه وخميس عليكم. يعيشك انتم زاده اللي قاعدين تتابعوا فينا. نحبكم تقعدوا معنا على خاطر الليله باش نعديو سهره بقدره ربي تكون تحفونا وقام قومه بحضوركم انتم. نحب نحيي الناس الكل في ديارها واللي قاعدين يخدموا، وتحيه زاده لزملائي في قناه الحوار التونسي، ونعدي لك الكلمه ليك انت. مرحبا بك ايمن، مرحبا باسماء، مرحبا بكل الحضور المشاهدين نتاعنا على قناه الوطنيه الاولى. لليله جمعتنا في استقبال العام الجديد، ان شاء الله 2021 يكون عام مبروك سعيد عليكم الناس الكل. التوانسه الاغلبيه نتاعهم في ديارهم، تعرفوا مليح الكوفغ فو، ولكن ما ننساوش التوانسه اللي ماهمش في ديارهم، مش خرجوا يسهروا با دوتو. الناس قاعده تخدم في الوقت هذايا، يامنوا معناتها في حياتنا احنا، كسوا من الناحيه الصحيه، الاطار الطبي شبه طبي، كيف كيف قوات الامن، الحراس، الديوان، الحمايه المدنيه، تصفيقه كبيره عليهم وغيرها من القطاعات الاخرى الحقيقه. ما غير ما ننساو زملائنا الاعلاميين اللي يسهروا على تامين المعلومه زاده في وقت احنا قاعدين فيه في ديارنا وقاعدين نسهروا. تحيه لزملائي بالمناسبه في اذاعه موزايك اف ام. دونك الليله كما قلت انت ايمن واسماء، سهريه هايله فيها برشا جو، برشا مفاجئات. نظن لكم سواغي فيها ضيوف متنوعه من العديد من المجالات. كنت تحبوا تاخذوا فكره جوستومون على سهريتنا الليله، ناخذوا حوصله. فكرة صغيرونا بالكل على شنو يستنى فيكم في سهرية الليلة، ساعات قليلة تفصلنا على 2021. ظهر الجمهور نسحقوا تصفيقة كبيرة، 2020 باش يخرج، 2020 باش يخرج يا ليلى وأخيرا. يزي منه 2020، ان شاء الله 2021 يكون مبروك على الناس الكل. شوي اخر اسماء وايمن مستقبلوا برشا ضيوف بحضنا في البلاتو، فوزي بن قمره، فهمي رياحي، نادر المنوم، وليد الهيشري. اما قبل ايمن عنده ما يسمعنا، هذول اللي باش يبدا حفلنا جو على بكري. نسمعكم يعني انا باش نغني، انتم تحكيوا على 2020، انا باش نحكي لكم على جروب تاسس عام 2012، جروب دو جون ارتيست كونتمبورين، معروف في الساحه الفنيه بالجاك باند. ما غير نطول عليكم برشا، جاك باند.
بعيد عنكش كيف يعذب وفكري خلدي تفهمني ولكن قلبي حبك حبيتك طفلة وبنية وحبيتك صرت اسمية وحبيتك بنت العم بحرارت روحي والدم وحبيتك بنت العم بحرارت روحي والدم كيف ما يرجع الفلاح النار اللي تحرقوه كيف ما يرجع الفلاح الحق اللي عرقوه كيف ما يرجع الملاح البحر اللي غرقوه ارجع للحرير ومين برشا جروب جاك باند اللي معطاونا كان لافونغو على سهرية الليلة اللي كما قلت لكم فيها برشا مفاجآت الليلة وفيها برشا ضيوف وداير أول ضيف عند زميلي أيمن باش نستقبلوه مع بعضنا أيمن. أول ضيف عند الوطنية الأولى وعند السادة المشاهدين اللي قاعدين يتابعوا فينا توا أنا زعما كي نقول لكم الدنيا بخوت يا قمر الليل لأيام ما صفتني نجيبك جواباتي ما نجم يكون كان الفنان الكبير الفنان القدير الفنان اللي يحبوه التوانسه الكل نستقبلوه بكل حب وبتصفيقه كبيره برشا الفنان فوزي بن قمرة. مرحبا يا سي فوزي. مرحبا وسهلا. مرحبا بك. دار دارك وين ما يساعدك وين تلقى راحتك. الميكرو سي فوزي. مرحبا بك. مرحبا بكم. ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. منورنا منورنا سيادتك منورنا زاد أنت أخويا. يعيشك سي فوزي. والسيدات الفاضلات بسم الله ما شاء الله منورين الشاشة. و
يعني بترجعونا لأيام الزمان الحلو، لأيام الأيام الجميلة، العهد الجميل. سيدي ترزا نورك موجودة. الشيخة الجميلة إن شاء الله بإذن الله ربي. مرحبا بك، مرحبا بك فنان فوزي بن قمرة. ضيفتنا الموالية هي ممثلة في المسلسلات، شفتوها قديش من مسلسل داير على الوطنية، تصفيقة كبيرة على الممثلة نادرة لملوم. مرحبا. مرحبا بك نادرة، نورتنا وصحة محلى الألوان. يعيشك يا لالا. مرحبا محلاك وأسرتي على ديفون. جيت في قولنا حدنا. مرحبا بك نورتنا نادرة. مرحبا بكم، مرحبا بالجمهور الكل اللي حاضر معنا، مرحبا بالمشاهدين، مرحبا بضيوفك الأعزاء، وأنتم زادة صحة محليكم منورين. يعيشك. سي فوزي الليلة منورة الليلة، خمسة وخميس خويا. ضيفنا الموالي والله باش نقدمه، باش نقول رياضي، باش نقول اعلامي، نجم نقول مشروع مغني، يمكن عرفتوني على شكون نحكي. انسان نخاف على بلاصتي الحق تبيك، خاطر انسان بحبوح، انسان يعمل جو دي كونتراكتي، متاكده انه باش يعمل لنا برشا جو. سعيده جدا باستقبال الرياضي وليد الهيشري. مرحبا وليد. مرحبا. ميكرو وليد. ميكرو وليد. عايشك، مرحبا بكو اسماء ليندا، مرحبا بالحضور ومرحبا باللي حاضرين واللي تفرجوا فينا الكل. مرحبا بك ان شاء الله. بتبيع عام مبروك على التوانسه الكل ان شاء الله. يعيشك يعطيك الصحه. يا قبيله قلت رياضي، انا نقول فنان رياضي، شنو بالضبط يعني؟ مشروع فنان. مشروع فنان. هو السبورتيف كيما الموسيسيان وكيما شونتور، ارتيست معناها. ارتيست باهي برك. خلينا نحكيوا على الارتيست، نحكيوا على انسان التوانسه الكل تحبوا، نحكيوا على انسان يتبعوه برشا، يتفرجوا في فيديوهات وتقريب بمئات الالاف على اليوتيوب. إنسان محبوب تلقاوه في سهرياتكم، في عروساتكم، في دياركم. يا ودي نقص كنت حال فريجيدير يخرج، علاش كون نحكي زعما؟ نحكي على فهمي الريحي. مرحبا فهموش. مرحبا غادي خويا. مرحبا سي. يا ربي عام جاي نولي ونسلموا بالليد. يا ربي يا ربي عام جاي نرجع نسلموا بالليد. فامي فامي خذ ميكروك خويا، هاو ميكروك. يا سيدي اهلا وسهلا، مرحبا بكم الكل، نورتونا، نورتوا الوطنيه. نمشيو شويه رئيس غنيه هكاك، خلينا نعملوا جو. سي فوزي شنو سمعنا؟ اللي تحبوا اللي تختاروا انتوما، احنا جاهزين للغنيات ان شاء الله. تحبتم عندك سي فوزي تصفيقه كبيره على فوزي بن قمرة. خمسة والخميس عليكم إن شاء الله بالسعد والعمر، الليلة بصوتي نحييكم، نغني لين يا أحلى المشوار، نغني لين يا أحلى المشوار. We'll be right back.
جيبك نجيبك اهيا المسرارة نبغيك ليا قريبة مهما تكون صعيبة نبغيك ليا قريبة مهما تكون صعيبة مادام انا نريدك نجيبك نجيبك مادام انا نريدك نجيبك Thank you.
وراك مصرارة نبغيك ليا قريبة مهما تكون صعيبة نبغيك ليا قريبة مهما تكون صعيبة مادام أنا نريدك نجيبك نجيبك 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 ها برافو عليك يعطيك الصحة سي فوزي بعد سنوات بعد غياب سنوات على الوطنية يعطيك الصحة نورتنا عملت لنا جو كبير رجعتنا للتسعينات العمر 94 فوزي غابيدمون كان نسألك سؤال الأمنية نتاعك 2021 لماذا بيك تتحقق حاجة معناتها نجموا نحققوها الناس الكل تصبح تونس يعني قبلة أنظار العالم بما تتميز به من أمن وأمان كما كنا عايشين ونكونوا أفضل ونكونوا أحسن ونسمو إلى ما هو أفضل وشعب كامل نكونوا على قلب رجل واحد ويد واحدة إن شاء الله يا رب نثنيوا الركبة ونحبوا تونس مش بالكلمة نحبوا تونس بالحق تو تشوف شو يصير أن توكا ما نتصورش شكون اليوم تونسي تقول له 2020 ويقول لك بلوز أو موا تعديت سنة باهية دونك احنا خرجنا للشارع وسألنا الناس اللي عرضونا قلنا لهم إذا كان يعرضك 2020 شنو تقول عليه في كلمة وكانت هذه الإجابة عسلامة عسلامة سافا عايشك لاباس 2020 كيفاش تعدى عليك؟ والله الحقيقة تعدى علينا الناس الكل سافا با دي تو حاجة غير العادة 2020 تعدى عليك عسل ظهر فيه شنو عسل؟ شنو عسل؟ صل على الناس الكل على العالم سافا سافا با 2020 ريقت والله فقت اليوم برشا حاجة تبدلت مش كيف قبل معناها واحد محصور ما يتحركش ما يخرجش مرض الله أعلم كيف جي معناها حصرنا الناس الكل جلاس تعدى الحمد لله سافا الحمد لله اسمعوني بالرسمي راه الحمد لله على الاخر اما العباد ما تربيتش 2020 مش باهي حبيبتي مش... والله كل شيء باهي كل شيء باهي انا الحمد لله يا ربي لباس انا الحمد لله لباس ما يقلق شيء لا 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 اكيد الحمد لله عينيك تقول عكس هذا لا لا هنا حتى كنت تقول العكس هذاك ديما الحمد لله قلقت بالطبيعه شكاش ما تقلقش اما عادي اون سادابت خويا انا صورت بالكدا في صورت والله صورت شيخ ربي يزيد خويا ها باش تذكروا وجهي والله صورت بالكدا 2020 كاريكاتور صورت ولا فلوس لا لا فلوس حب في بالنا 100 2020 لا لا من عش انا خويا انا من الضفه الاخرى الضفه الاخرى اي العباد اللي فهمت اللي صورت هذه صورت و 2021 شنو تحب تقول له ها ما تجيش زيد ما تجيش مرحبا مرحبا ان شاء الله يتعدى عام باهي وتحفظ انا ديما نتفائل ان شاء الله للخير يا ربي بيان فينو خاطر البيان فينو فيه باش نتوقع منه الباهي والمش باهي جوسبيغ كو معناتها 2021 تعدينا الناس الكل طياره وكا ان شاء الله خير للكل قولوا ربي يهدي خلقك في على الارض ربي يهدي الخلق سيتو هذا شو باش تقولوا اكثر من هذا يا نادية وان شاء الله مبروك على الناس الكل وان شاء الله الناس الكل تحيا وتعيش وما تعيش كوريكتبا كل
تونس تركح ونوليو عايشين بقدي وشيخين في البلاد هذه. ان شاء الله المانع خير وكا كيما خرجنا من 2020 ان شاء الله نخرجوا سالمين. ان شاء الله نكملوه ان شاء الله نكملوا حيه. انت قلت صورت نورمالمون 2021 كيما تكمل صورت ورثه اللي خليتهم لاولادي وكا هو معناتها قاعده خامه في الورثه لاولادي هكا تبدا في جديده من هنا قلت ربي فسخ وعاودوا له جديد. ان شاء الله يكون خير ان شاء الله يكون خير ان شاء الله يوفى علينا الوباء هذه اول حاجه وان شاء الله عام مبروك وعام سعيد على الناس الكل على تونس الكل وعلى العالم الكل ان شاء الله خير. نتمناو انه تتحسن البلاد نتمناو انه نحن بيدنا نتحسنوا كعباد ويتنحى الحزن من عينيك كده. ويتنحى الحزن من عينينا الكل مش من انا انا برك خاطر كي تشوف العشر سنين اللي تعدينا بهم الاخرانيين هذوما تلم برشا حزن في العينين. مالغري تو متفائله علاش خاطر فما ناس وطنيين فما ناس تحب البلاد فما ناس تحب تخدم العبيد بالقلايب. ان شاء الله توينسا الكل يعاودوا باش نقولك حاجه وميساج ان شاء الله يوصل. لازمنا كوتشينج لازمنا نخدموا برشا الإعلام يخدم برشا على الآراء الإيجابية وعلى العلاقات الإيجابية على الأقل باش نجموا نخرجوا مع هالعنق الزجاجة اللي هما يحبوا يخرجوا منه أما اللي قاعدين يحطوا فينا لوطة ربي يبارك فيه يعيشك وكل ما تعديش وراس صبي وراس صبي فهمتي أنا نعملوا فيك ما تصوروش. قاعدين تابعوا فينا في سهرة رأس السنة على قناة الوطنية إن شاء الله يا رب تكونوا ملمومين في الخير. تفرجنا في الفيتير طورا نحب ديركتومون نتوجه بالسؤال لضيوفي محليهم خمسة وخميس عليهم على خطر انتم ما حضرتوش معنا في الأوف فهمي إكسترورديناري أي يفهموش يا بيه يتعفون حتى في الآن زدرة أعطينا كليمة على 2020 ترى 21 لي 20 سنة سعيدة أي شو تحب تقول 2020 توفى هالغمة هذية إن شاء الله تونس ديما بخير إن شاء الله اللي جاي خير أمين. الله يرحم اللي توفاو وربي يفضلنا ميماتنا وبياتنا سمعونا تصفيقة بها على ميماتنا وبياتنا يعني مرحبا إن شاء الله تونس ديما بخير وشوفوكم ديما بخير وتحية نادر الملوم يلا يلا نادر ميرسي. ألوغ إن شاء الله عامنا مبروك يا ربي في كلمة وأهم كلمة إن شاء الله صحة جيدة للناس الكل واللي قالوا فهمي مش نزيد عليه حاجة أخرى يا ربي فضل لنا حبيبنا الكل ويرحم اللي توفى يا عايشك يا الله نتعدي وليد. أهم حاجة كما قالوا الناس الكل معناها ديما نعمة الصحة والعائلة وديما نحبوا ونشوفوا معناها أنت الناس بخير مش الحقيقة 2020 بركة هو 2020 كمل بالكو عطانا كل بوكسور كل ضربه الاخرى ان شاء الله معناتها نخرجوا منها سلامات امين يا رب والعبد القوي اللي معناها ما يتيحش فيه سوا احنا بقدره ربي معناها ايماننا بربي كبير وان شاء الله قويين باش نتخطاوا. كان جاء 2021 اغنيه شنو تغني له؟ شو غني له معناها حاجه باش نلوموا عليه نقولوا اللي كونه وليد هيك راهو قوي 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 والناس كلنا نعرفوا باش تعدى عايش خويا قداش قوي وانت محليك خويا وربي يفضلك تحيه باهي مره اخرى لوليد الهيشري باهي عايش خويا وليد ربي يفضلك سمعنا حويجه كان 2021 اغنيه شنو تغني له باهي قالك بعد تعرف علاش قالك بعد بعينيها خاطر محضر خرجه فنيه باش يطلع السين بعد شويه انا ما في بالي علاش ناخذوا تمني فوزي انا ما في بالي باهي بعد شويه فوزي والله أهم أمني عندي أنا وعند التوازة كله هو بش ربي يفرج كربنا إن شاء الله ويزيد علينا الغمة خاطر بصراحة الجائحة هذه تاع كورونا يعني أصابت العالم الكل وبصراحة يعني شو نقول لك يزي منها يزي لا منها يزي أهم أمني عندنا والأمني الأخرى الثانية يعني أمني أخرى ثانية وثالثة احنا قلنا واحدة لا بش يستقر الأمن في تونس وترجعنا ترجع بلادنا آمنة بصراحة تخرج إن شاء الله يا رب براحتهم ويخرجوا رجالنا براحتهم ولادنا يقراوا براحتهم والأمنية الأخرى التلفزة الوطنية يرجع مجدها وترجع عزها وترجع وين كانت في الأيامات القليلة الفارطة بكم أنتم بالوجوه الجديدة الشباب الموجودين وترجع يعني التلفزة
بأتم على كلمة وترجع لمنوالها التلفزيات الأخرى. الوطنية تقعد ديما هي دار الكبيرة وهي دار اللي تلم الناس كل. أنا سعيدة جدا بهاللمة هذه، معناها سعيدة إنه زادة نقدمها سهرة هذه مع معناها هما مش ولاد الدار لكن ولاد تونس. إن شاء الله يا ربي كما قلنا 2021 تكون خير من هكا برشا كلام. وفهمي حاضر روحهم حاضر لنا حاجة تعمل 66 كيف قبل ما نرجع مع وليد قال باش نغني بها شوي. وجوهكم من المنورة عايشك. تسمعنا من الجو اللي محضره لنا ليلى؟ اي عم سمعونا الزغريطة. اي ما نعرفش والله ما نعرفش وينو الزغريط وينو الزغريط يا سيدي اللي حاضرين. جو كبير هاي تسليط على فهمي الريح. فهمي 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 ان شاء الله كل عام وانتم حي بخير ان شاء الله طول العمر ان شاء الله طول الزيمة بخير. سمعونا التصفيقة باهية يلي في دياركم وينو التصفيق وينو الزغريت يا سي وينو الزغريت يا سي. Thank you.
وتخيل الحضرة الحضرة والشمع ثاوين تخيل الحضرة لا سيدي والشمع ثاوين تخيل الحضرة الحضرة والشمع ثاوين شوشي الحضرة يا بابا سيدي بوراوين شوشي الحضرة يا بابا سيدي امشي فهمي برافو يعطيك صحة أمبيانس إكسترأوردينير خويا إن شاء الله نكملوا بها 2020 وندخلوا ب 2021 بألف خير به أي سيدي نادرة فهمي تبارك الله حفلها والناس كل تقريبا عاملة جو في الدار بارك الله عليه ما شاء الله عليه عطينا كلمة على 2021 اللي على الأبواب إن شاء الله 2021 يتعدلنا عام مبروك يا ربي سعيد وإن شاء الله ننسوا فيه اللي فات الكل والأحزان الكل إن شاء الله يتعدى فيه برشا جو كما فهمي توا عملنا برشا جو بالتوفيق بالتوفيق ليك نادرة يا جماعة في بالكم اللي بحضنا وليد الهيش اللي تعرفوها سبورتيف بارك الله عليه بروفيسيونيل ولكن عنده عدة مواهب أخرى من بينها أنه يغني يذولي معاش حد مخبي عليه الحكاية هذية ما تخفى على حد وليد من غير ما تحشموني أنا أخوي بحضة بعد اخونا فوزي معناه استاذنا استاذنا وانا لا 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 تخيل وديجا فهم يعرف معناه احنا تربينا نقدروا الكبير ونقدروا نحكي لك الكوليس اه والله بالحق اي مش سمعنا حاجه كمان فوق راسي من فوق حاجه الملح بركات بصوتك يلا تصفيق على والدي هشام يلي حبك غير عمري ونسم بقلبي هواك يلي حبك غير عمري ونسم بقلبي هواك بس لي منك تطفي جاري والمنى كله رضا حبك غير عمري ونسم بقلبي بس لي منك تطفي جاري والمنى كله رضا يلي حبك
برافو وليد، يعطيك الصحه يعطيك الصحه، شكرا لكم الكل، نورتونا نادره فهمي وليد سي فوزي. ان شاء الله 2021 عام الخير والبركه عليكم وعلى التوانسه الكل. هكا طريف هكا ترب على طريف شعبي تصفيقه. مازال الجو، مازالت الامبيونس، مازالوا الضيوف على قناة الوطنية الأولى في سهرية رأس العام. إن شاء الله نستقبلوا 2021 معكم ديما بالليزون بوزيتيف، الموجات الإيجابية. مازلت مع زملائي أسماء وأيمن في البلاتو، باش نستقبلوا زادة بقية ظروفنا. أسماء، توا الضيف اللي باش ينور البلاتو ونحب تصفيقة كبيرة على الضيف هذايا، هو في الواقع قمة من قمم التمثيل في تونس، نجح في الكوميديا، أبدع في التراجيديا، ساحر على المسرح وطاغي، الفنان لمين النادي. مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا سي لمين. مرحبا. مرحبا بك. مرحبا بك لمين نهدي، ومرحبا بقيت الضيوف اللي باش نستقبلوهم اكيد تباعا من لي جينيراسيون الكل. البلاتو هذيا والعمل الكل موجود، على خاطر وقتي نحكيوا على الاصوات الشابه، نحكيوا على صوت مزيان برشا قاعد يخدم في خدمه كبيره في المده اللي فاتت، انتاجات كيبات، وكان حاضر في اكثر من وسيله اعلاميه حكي على جديد، وعنده طموح فني كبير ان شاء الله في تونس وفي العالم العربي راهو متالق. صوته المزيان نستقبلوا مع بعضنا بالتصفيق الفنان احمد رباعي. مرحبا بك احمد. مرحبا. مرحبا. بارك الله. بارك الله يكبر ويزيان قاعد احمد. ما شاء الله. يذكرني في دي كابريو. اي دي كابريو نتاع تونس. سي فغي على البران. ما شاء الله. مازالوا ضيوفنا اسماء، مازالوا ايمن. توا احنا باش نتعداو تبارك الله من سي لمين لاحمد، باش نتعداو القامه زاده، قامه في الفن، قامه في الفن الشعبي، فنان تحبوه التوانسه الكل على خاطر عنده نبره نتاع صوت هايله 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 برشا، باش نستقبلوا بكل حب وبرشا تصفيق الفنان الكبير محمد علي الاسمر. مرحبا. مرحبا سي محمد علي. مرحبا. مرحبا بك. مرحبا بالتلفزيون الوطني وبالساده المشاهدين. مرحبا بكم الكل يا سيدي، نورتونا. مازال عندنا ضيف اخر، ضيفنا الموالي هو مواطن صحيح، لكن كيف تشبح خياله ما تنجم كان تقف له اجلالا، على خاطر حتى كان العين ما تشوفوش الاذن مش ممكن ما تسمعوش. يا الخضرة أنا مجنونك، حير بين عقلك وجنونك. يا الخضرة أنا مجنونك، حير بين عقلك وجنونك. متسلف والريح شهيني، متسلف والريح شهيني. دسيني للا في شونك، دسيني للا في شونك. وانا شم ذوقني المرة غير البعض من مالي، انا حر وقلبي حرة وهم يبيعوا فيا وفيك، هم يبيعوا فيا وفيك. وانا شم ذوقني المرة غير البعض من مالي، انا حر وقلبي حرة وهم يبيعوا فيا وفيك، هم يبيعوا فيا وفيك. سرقوا الزيت وسرقوا الجردة وسرقوا الوردة على خديك، سرقوا الزيت وسرقوا الجردة سرقوا الوردة على خديك، وسرقوا الخيط اللي في السرة وضحكوا عليا وضحكوا عليك، سرقوا الخيط اللي في السرة ضحكوا عليا وضحكوا عليك. قولي لي بدها الله شكونك، قولي لي بدها الله شكونك. يا الخضرة
سعيدة جدا باستقبال الفنان الكبير المطرب لطفي بوشناق. مرحبا بك سي لطفي. نورتنا. مرحبا سي لطفي. مرحبا بكم وتحيه حب صادقه من قلب لك وكل الضيوف والساده النظاره وكل الفنانين اللي معايا وعلى راسهم المعلم الكبير الامين الغالي وولدي احمد وخويا العزيز الغالي. ونحب نغتنم الفرصه باش نحيي هالمؤسسه اللي تربينا عليها ونحيي ونترحم على الناس اللي ساهموا في بعثها واللي ما زالوا موجودين واللي يخدموا فيها الكل. وفقنا الله جميعا ان شاء الله. مرحبا بصحة. مرحبا بكم الكل. بالحق التصويرة محلاها تبارك الله للجينيراسيون الكل موجودين. انا بالحق فرحانة انكم منورينا الليلة في سهرة رأس السنة. ان شاء الله عامكم مبروك ونجدد تحيتي للشعب التونسي. ان شاء الله يا ربي 2021 تكون سنة الخير عليكم الكل. مرحبا بكم مرة اخرى. ان شاء الله. مرحبا بكم لمين احمد كيف محمد علي الاسمر ولطفي بوشناق. نبداو الاسئلة من اليسار واليمين وبعد نرجع من اليمين لليسار. علاش احنا يمين يسار يسار يمين؟ احنا ليلة ليلة عيد وليلة ليلة فرحة ونحبوا انكور نطفوها. نرحبوا بكم وكل تصفيقة كبيرة عايشكم على الجمهور اللي عامل معنا جو الليلة والفرقة رياض بودينار الفرقة اللي منورتنا الفرقة رقم واحد في تونس. تحية كبيرة اللي قاعدين يتبعوا فينا توا في ديارهم وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. أن اليوم بلاتو منور منورة أسماء ومنورة ليندا ومنورين سادة الحضور. أي كيفاش أسماء لمين يسار يسار لمين؟ أنا عندي سؤال للطفي بوشناق وبعد كان هكا يتفاعلوا الضيوف الكل. لطفي تعرف العام 2020 ماذا بين نغزر قدام ونتفائل ولكن كان صعيب على الناس الكل على العديد من القطاعات الفني وغيرها من القطاعات الأخرى المقاهي المطاعم وغيره والقطاع الصحي اللي فريمون كانت معناتها اون ايبروف عام 2020 مش بالساهل بالكل تعديت عليهم. غنيت للجنود البيض هبطت اغنيه على اليوتيوب غنيت فيها على القطاع هذايا على الاطباء القطاع معناتها الشبه الطبي كيف كورونا 2020 الرساله اللي وصلتها في العام هذايا من خلال الاغنيه هذايا شنو تحب تقول لهم ختام العام هذايا وان شاء الله يا ربي 2021 يكون خير ان شاء الله. طبعا اللي عاشته تونس عاشوا العالم كله الكلنا ربي يرفع علينا هالوباء في أمين. أقرب ربي يرفع علينا هالأزمة ويخففها في أقرب وقت ممكن وبأسرع وقت ممكن وبأقل ضرر ونترحموا على اللي توفى ونتمناوا الشفاء للي مازالوا مرضى. باش نقول مادام هناك حياة هناك أمل ما يلزمش نقطعوا الأمل. أما نحب نغتنم الفرصة باش نعاود نحيي رجال الصحة بالأطباء وكل الجهاز الصحي اللي يخدم وقبلة على جبينهم وقبلة على يديهم اللي قاعدين يبليوا في البلاء الحسن من أجل إنقاذ الأرواح ويعرضوا في روحهم في خطر. ونغتنم كذلك الفرصة باش نوجه رسالة إلى الشعب التونسي باش يحترموا التباعد ويحترموا يعني لبس الكمامة ويعني ونحتاط ونقولوا إن شاء الله عام 21 ان شاء الله بروح اخرى ندخلوه وان شاء الله بافاق اخرى وربي بعد البلاء على تونس ويوفق ولاة امورنا لما فيه خير ومستقبل هذا البلد العزيز الغالي وبعد الوباء على الانسانيه قاطبه. امين الله يخفف هالازمه. بالحق نحب نستغل الفرصه باش نقول احنا حاولنا قدر الامكان ان نحترموا التباعد الجسدي. ان شاء الله يكون 2020 يا ربي افضل برشا 2021 يكون افضل برشا من 2020. ونحب نحيي تحيه كذلك لكل الموسيقيين والمسرحيين والسينمائيين. الحقيقه اللي كانت سلامين سنه صعيبه شويه عليكم. صعيبه ياسر مش شويه من اصعب السنوات نعتبر هذه كارثه بالنسبه للفنانين. تعتبر سنه 2020 معناتها كارثه خاصه للمسرحيين وخاصه للناس اللي معناتها يعيشوا بالميدان هذايا معناتها سواء كانوا فنانين مسرحيين او مغنيين او مطربين او عازفين او منظمين سهرات فنيه. كانت معناتها فريمون معناتها كاتاستروفيك
معناتها السنه معناتها حاله. ان شاء الله العام ان شاء الله الجاي خير. ان شاء الله احنا متفائلين ان شاء الله الجاي خير، ولو انه تباعد احنا نحبوا التقارب راه ما بكره اخاك انا بطل 21 تكون سنه التقارب ان شاء الله يا رب. بعدنا بما فيه الكفايه ان شاء الله يا رب ان شاء الله. انا سي لامين نحب نعقب على كلامك وندور ديريكتومون لاحمد الرباعي. انت كجون تويكا يعني شاب طالع وتحب شايف يعني من الفن المستقبل، خممشي في الديجيتاليزاسيون توا في كل عصر نتاع العولمه وعصر الانترنت وعصر الانستغرام والفيسبوك، فيك صارت يعني الكونفينمون ثم برشا قاعدين نتبعوا فيهم في العالم الكل، ولو يعملوا دي كونسير اون ستريمينغ، قاعدين يعملوا في حفلات اترافير يعني شبكات التواصل الاجتماعي. اسكو هذا ودايور السؤال موجه للناس الكل اليوم، حتى في السبور حتى في الرياضه ثم بعض الرياضات معناتها تويكا ولات معناتها تتحدى بطريقه اخرى، بطريقه حديثه جدا وطريقه معناتها اللي شدت العباد زاد راه ما فماش ديما هو الكونتاكت ديريكت ديما خير، لو كونتاكت ديريكت ديما خير معناتها ولكن اخف الضرر. اكزاكتومون سي لامين، بيسكو نحن تويكا الكونتاكت ديريكت ديما خير كيما قلت انت، واحنا شقول لك كان نتعداو ديريكتومون تويكا مع سي محمد علي الاسمر بالمباشر، انتم اللي قاعدين تتبعوا فينا على قناه الوطنيه بغنايه. احسب روحك يا سيدي في الدار وخلينا نحفل لنا الجو. يلا تفضل. مرحبا بك، تصفيقه كبيره على محمد علي الاسمر. وهدتني لحزن فعز عيادي
ومكفاش المر اللي زقتني باكي خلتني وسهر بالدمعات في عيني برضاي وما تبكي ولدي تحكي تبكي هم اخواتي لكل عليا خليت ليش تقولي بعد ما ربيت
يعطيك الصحة سي محمد علي الأسمر. أجواء حفلة، جونا حفلة هنا في البلاتو مع ضيوفنا ومع فرقة سي رياض أبو دينار. إن شاء الله تكون هالأجواء هذه زادة عايشينها أنتم في دياركم. يقعد ديما الفن الشعبي عنده برشا جمهور وبرشا ناس تحبوا، وأنت سيادتك سي لطفي تقريبا جربت الأنماط الكل معناها، وآخر مرة طلعت لنا هكا بالنمط الشعبي شوية اللي العباد تفاجئوا، أما حبوا الفنان الكبير لطفي بوشناق. انت من رايك سي لطفي انه الفنان ماذا به يختص في نوع معين، معناها كي نقولوا مثلا فنان وتري ولا شعبي ولا طربي، ولا احلو انه ساعات ينوع التجارب نتاعو؟ ديما انطلق من مبدا انك ما تتطفلش على نوعيه تقدها ولا ما تقدهاش. اذا كان باش تضيف لك باش تضيف لها مرحبا بي. انا ماني ولد حومه عربي، انا نعرف المزود ونعرف الزكره ونعرف القصبه، ولد البلاد هذه وسامع التراث نتاعنا من الجنوب للشمال للشرق للغرب وعايش فيها، معناتها في انا المهم انك ما تتطفلش عليه. يعني مهم تعطيه قيمته، تعطيه قدره، تعطيه يعني خصوصية متاعه. هذا هو معناته. وأنا بالنسبة لي أنا ما عنديش لا فن شعبي لا فن معناتها شعبي، وش معناتها الفن فن الفن فن يزمو فن، ما أعطيه حقه وكهو. قبيلة أسمع في الأوف نحكي مع سي لطفي، قلت له عجبتني في حاجة، قال لي شنو يا ولدي؟ قلت له يا سي لطفي عجبتني كل غنية الروك اللي في البلاد العربي في المدينة، لا واللي عجبني كي سلم عليها هكا عرفت، قال لي أمريكا. يعني لا جوناس ديما موجودة عند سي لطفي وعند الناس الكل، وسي محمد علي زاد سيرتو من قبيلة راه هكا قاعد يعني ستريكت، ومن بعد حفلها سي محمد علي هكا هو طلعنا قدام الواحد لازم يجيب شاندو وتجي حاجة مفلفلة. أحمد أنت في المقارنة بالجنراسيون دي كابريو بتاع تونس، مقارنة بالجنراسيون قبلك اللي ما كانش عندهم اللي مويام بتاع توا بارابور للديجيتال، اليوم تبارك الله منصات متعدة من سبوتيفاي معناتها برشا أخرين كيما اليوتيوب زاد اليوم الانستغرام، هذا كل يخليك أقرب يمكن تكون أسرع، خليني نقول يعني يقولوا احنا شو ما تربحوه أكثر أقصر من الجنراسيون قبل. 2021 أحمد الربيعي استراتيجيكمون أكيد تخدموا توا على استراتيجية متكاملة، كليبات، إنتاج، غنايات، المنصات اللي كنت نحكي عليها، شنو هو المحاضر إن شاء الله في جديد؟ بالضبط إزمك تكون حاضر في المنصات هذوما، خاطر توا الناس ولات ما عادش سيديات وما عادش دونك كاسيت وما عادش تبدلت الأمور توا دونك وما يلزموش الفنان زاد يبعد عن الناس اللي تبع فيه ويكون أكتيف. شنو الاستراتيجية 2021؟ وأنا في البيريود هذايا معناها كانت مضرة كنت نافع زاد، معناها تخليك تحضر. انا تحضرت برشا حاجات كيما متنوعه. قبيله حكينا على التنوع، خاطر بالحق الموسيقى بحر ويزمك المهم كلنا ما تغني فيه، ما يزمك تقدو بالكدا. اش قولك كان تمشي توا لسان خويا وتكمل تحفل لنا جو ليله راس العام؟ اه يا احمد تصفيقه كبيره. مالهم بينا يا ليل، ليه شغلهم شؤنا اللي واخدنا، يحسدونا وماله يا ليل، اللي غيران منا يقلدنا، الغرام والشوق والميل والحنين جوانا مدوبنا، والقمر في عينينا جميل، صعب صوتهم يتقرب علينا. Oh,
وعدنا الحياة مش واقفة عليه اللي بعنا خسر دلعنا لح لحل والله يودعنا بالسلامة والقلب نسيه واللي سبنا قفلنا بابنا يلا بنا وفرنا تعب الحياة مش واقفة عليه من امتى بيفرد لنا من راحة ومين يستنى اللي يحبنا يكسب ويضحي عشاننا مبسوط على كده متفل ورضا مش عاجبه يسيبنا هو اللي اختار بإيدينا وخرج من الجنة اللي بعنا بسرطانا على حال الله يودعنا بالسلامة والقلب نسيه بالسلامة والقلب نسيه خد معاه الشر وراه مش هنتعب رحنا عشان ألف من يتمنى مكانه هو كده ريح وارتاح من امتى بيفرد لنا من راحة ومين يستنى اللي يحب يكسب والضل وضحي عشاننا مبسوط على كده متفل ورضا مش عاجبه يسيبنا هو اللي اختار بإيدينا وخرج من الجنة اللي بعنا خسر دلعنا أحلى حلو الله يودعنا بالسلامة والقلب شكرا ميرسي ميرسي احمد الربيع على الكوكتيل اللي قدمته لنا تبارك الله عليه ها والله تبارك الله انا نحب نسالك سؤال شنو هو سر شنو على احمد ولا على سلامين زوز انا سلامين مانيش فاهم شنو هو سر الشباب هذا على الدوام تراك كل من نهدي مش بقول تراك لمين نهدي انا نعرف سر تاع الشباب على الدوام نعرف شنو تراك قلنا العين العين شنو العين والقلب الضحكة. القلب فهمتها أما العين ما فهمتهاش ما العين تمشي مع القلب يعني العين قد هكا ما تمشي هكا تنظر من لوطة لوطة نورتونا أنتوكا اليوم بحضوركم يعطيكم الصحة أستاذنا الكبير لطفي بوشنيق فرحانين استقبلنا 2021 بحضورك كيف كيف سي محمد علي الأسمر محمد علي الأسمر إن شاء الله يدوم علينا بالخير والبركة كيف كيف أحمد ربيعي كلمة كلمة نختم بها معكم 2021 إن شاء الله. بارك الله فيكم حبيت نذكر فقط ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لأن بصدد إعداد زوز أعمال عمل جاهز للعرض اللي هو مسرحية نموت عليك وهي من تأليف وإخراج صديقي المنصف ذويب والمسرحية الثانية معايا فنانة كبيرة إن شاء الله باش تكون مفاجأة سارة للجمهور التونسي اللي هي اللي هي بيا الزردي ان شاء الله ان شاء الله باش تكونوا معايا وهذا اول عمل مع ثنائي يعني انا ومراه كما تعرفوا انه برشا مسرحيات قدمتهم ما فيهمش نساء الا مسرحيه عرب اللي كان يجمعني كل من جليله بكار وزهيره بن عمار وفاطمه بن سعيدان وفتحي الداوي طبعا والمسرحيه هذه ان شاء الله باش تكون مفاجاه ومنعرج في مفهوم المسرح الثنائي لانه ما عندناش معناتها في تونس عدة أعمال مسرحية إن شاء الله باش تكون جاهزة في إن شاء الله في السنة القادمة إن شاء الله بالتوفيق ليك سلامين بالتوفيق لكم الناس الكل إن شاء الله عامكم مبروك إن شاء الله عام مبروك علينا وإن شاء الله تونس بخير وإن شاء الله 21
إشراقة جديدة إن شاء الله 21 و 22 و 23. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله عام جديد كما العادة نقوله مبروك علينا وعلى كما العادة تونس. لا خير من العادة. لا مش كما هذا مش على 20 احنا العادة بتاعها في البيان مستنسيبة قبل هذا إن شاء الله يا رب. إن شاء الله ربي إن شاء الله ربي يرفع علينا هذا ربي. شكرا لكم. شكرا لك بالتصفيق الغالي الأسمر. شكرا عليك الفنان لوتي بوشلاء. شكرا لك سنة اللي عشتها بعمري وانت سنة اللي
عشتها بعمري أنا وانت حياتي كلها وانت الهنا وانت السنة اللي عشتها بعمري انت حياتي يا حياتي وانت السنة اللي عشتها بعمري أنا انت حياتي كلها وانت الهنا وانت السنة اللي عشتها بعمري انت حياتي يا حياتي إن شاء الله يا ربي عام 2021 يكون خير ألف مرة من عام 2020 وإحنا نحب أمتي كلاندوي للناس اللي تعبت عام 2020 خصوصاً الفن الناس اللي تخدم في الفن في السياحة